خلينا نتابع مع حضراتكم ما ذكرناه بالأمس عن هامش الدورة أو المؤتمرات اللي بتعقد على هامش الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان امبارح، بس عشان يعني أذكر من لم يتابعنا بالأمس، امبارح كنا بنتحدث مع الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت هاتفيا، وهم كانوا قدموا الحقيقة في هذا المجلس، قدموا بالفعل تقرير بيرصد الكثير من ممارسات قطر لدعم الإرهاب ويعني احتضان رؤوس جماعات وقيادات لجماعة الإخوان الإرهابية والتدخل في شؤون الدول العربية وأمور أخرى كثيرة سردها هذا التقرير. ولكن فوجئوا الحقيقة أنه حسب ما ذكر يعني الأستاذ أيمن عقيل، فوجئوا أنه التقرير يعني كل ما فيه من نقاط أخرى متعلقة بقضايا حقوق الإنسان في مصر وأمور أخرى كان موجود، ولكن ما يتعلق بالجزء الخاص من قطر لم يجدوه في يعني زي ما نقول المسودة الخاصة بهذا التقرير. وبالتالي سألناه بالأمس على الهوى هتعملوا إيه، فأكد أنه يوم 19 سبتمبر هيقوموا بعرض طلب للمجلس مرة أخرى، مجلس حقوق الإنسان، من أجل إعادة إدراج ما سبق وقدموه عن قطر. الحقيقة أنه الجديد النهاردة أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقدت ندوتها الثانية على هامش نفس الدورة، الدورة 39 للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، كان عنوانها الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر. والحقيقة أنه ده العنوان الرئيسي، السب تايتل أو العنوان الثاني فيها كان تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه. والندوة دي شارك فيها الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، وعصام الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد، وكان معهم والأمين العام طبعا للمنظمة، وكان معهم الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعني أطراف أخرى. والحقيقة أنه كان في ضرورة ربما للمجتمع الدولي أنه يعمل بشكل وثيق مع الدول اللي بتحارب الإرهاب ومن بينها مصر تنفيذا لقرار مجلس الأمن. القرار ده بيلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب. للأسف إحنا أمام نظام، وهو نظام القطري، هو مش بس لا يتعاون بمد المعلومات أو بتقديم المعلومات، هو مش بس لا يسهل الأمور، لا هو بيدعم الإرهاب بشكل واضح وصريح. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. يا أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، بنتحدث إلى حضرتك وحضرتك الآن في جنيف. حدثنا عن الندوة التي عقدت اليوم، حدثنا عن اختيار عنوان الندوة لأن يكون الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر وتعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه، حدثنا عن دور الأمم المتحدة بشكل عام كده فيما يتعلق بممارسات قطر الإرهابية. تفضل يا فندم. في الحقيقة احنا كان في الندوة كان الأساسي فيها ان احنا بنعرض الوضع في مصر من حيث اننا دخلنا في حرب ضد الإرهاب من 2013 بعد ما قامت الشعب المصري بثورته لحماية إرادته السياسية، وهذا الإرهاب في الحقيقة ممول بشكل واضح جدا من قطر، وبالتالي كنا بنفضح هذا الامر. وعلى فكره كان ضمن المتحدثين قطري موجود معانا بيتكلم على الدور اللي لعبته قطر في دعم المنظمات الارهابيه والعناصر قيادات الجماعات والتنظيمات الارهابيه الموجودين على الارض القطريه، اللي حصلوا على تمويلات كبيره جدا ادت الى دعم هذه العمليات التي تساعد في سقوط ضحايا شهداء ابنائنا من ابناء الشرطه والجيش والمواطنين المصريين. فطلبنا في هذا الامر بضروره التعاون الدولي لدعم دور مصر في مكافحه الارهاب، لانه الحقيقه مصر بتكافح الارهاب ليس فقط لحمايه المواطن المصري والاراضي المصريه، لكن ايضا بتحارب ارهاب له شبكه دوليه ممتده وموجوده وبتهاجم لعواصم اخرى سواء باريس ولا بروكسل ولا دول اوروبيه ولا الولايات المتحده الامريكيه. فلذلك في اهميه التعاون الدولي لمواجهه الارهاب، كما انه تحدثنا عن قضيه ضحايا الارهاب في مصر اللي المطلوب ان هم يحصلوا على تعويضات باعتبار ان قطر ارتكبت جرائم في هذا الامر وبالتالي ملزمه بالتعويض للضحايا، وتحدثنا في هذا الامر وعرضنا فيلم عن الانتهاكات اللي حصلت للمواطنين المصريين. طيب دكتور حافظ، البعض ربما يتساءل عن
يعني أهمية بصراحة شديدة، يعني أهمية عقد هذه الندوات وأهمية تقديم هذه الملفات أو هذه المقالات من خلال أو تحت مظلة المجلس الدولي لحقوق الإنسان. يعني هل هذا المجلس مؤثر؟ هل القرارات اللي ممكن تصدر عنه ملزمة؟ هل التعاطي مع ما يفعله النظام القطري قد يكون له تأثير حقيقي على الأرض؟ ودي مش أول مرة العالم يتحدث عن ممارسات قطر، يعني قطر نفسها حتى اللي ما كناش عمرنا بنسمع منها أصوات معارضة بتطلع، أصبح فيها تكتلات معارضة بتطلع حتى من لندن ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن داخل قطر على قد ما بيقدروا، يعني بيتكلموا على ضرورة لفظ نظام تميم الإرهابي أو دعمه للإرهاب. ف يعني ما مدى اهميه هذه المؤتمرات يا فندم وايه مدى تاثيرها؟ لا اهميه كبرى لسببين. السبب الاول ان يعني قطر ايضا بتعمل على انها تردد اكاذيب عن الوضع في مصر، وبالتالي هذه الاكاذيب نسمعها كصدى الصوت في المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الانسان الضخمه في مصر، عن القتل، عن يعني حتى كل العمليات الارهابيه اللي بيسقط فيها قتلى وهم يطلقون الرصاص على الشرطه والجيش بيحولوهم لشهداء وانهم ضحايا وكذا. وبالتالي فنحن نقدم الصوره الحقيقيه لحقيقه ما يحدث ونكشف الادوار التي تقوم بها قطر بدعم الارهاب عشان تتحمل مسؤوليتها قدام المجتمع الدولي. والساحه المهمه في هذا الامر هي مجلس حقوق الانسان، وهو نفس الساحه التي تسعى قطر فيها من خلال بعض المنظمات ومن خلال بعض الاصوات انها تدين مصر في حربها ضد الارهاب، تجعل الايادي الجنود والضباط المصريين مرتعشه يتحدثون عن ملاحقات وكذا. وبالتالي فاحنا ذهبنا لنوضح نتحمل مسؤوليتنا كمنظمات حقوقيه غير حكوميه مصريه وتقول الحقيقه، لسنا لنا مصلحه ولسنا جزء من الحكومه، ونحن نقدم حقيقه الاوضاع في مصر، اننا في حرب حقيقيه ضد الارهاب واننا ضحايا هذه العمليات. شهدائنا الاحصائيات اللي قدمناها بنتكلم على 1500 ضابط وعسكري، بنتكلم على اكثر من 1000 مدني، يعني بصراحه فكانت الصوره واضحه وقدمنا صوره للقضاه وهم القتلى في سيناء الذين قتلوهم شهدائنا. فبالتالي كانت بالصوت وبالافلام، وايضا الاخ حمد من قطر في الحقيقه قدم فيديوهات حوالين احتضافه قطر للارهابيين على ارضها ودعمهم وتمويلهم بالمليارات، 2 مليار اتدفعوا تحت عنوان الفديه وهي لتنظيمات ارهابيه. تم عرض هذا الفيديو يا فندم على الحضور اللي موجودين شافوه؟ طبعا تم عرضه، وحصل انه تغطيه واسعه في هذا الامر ومناقشه كانت عميقه. وبالتالي ده ما يعني منبر لا يجوز ان احنا نتركه، ويجب ان نستمر في هذه الجهود حتى نصحح الصوره ونحقق وضع حقيقي يعكس حقيقه الوضع في مصر. أشكرك جزيل الشكر على الدكتور حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وطبعا كمنبر مهم كهذا المنبر، أنا كان لازم أسأل الحقيقة السؤال ده، لأنه إحنا بقالنا كتير قوي بنتكلم، والعالم بقاله كتير جدا بيتكلم، والرباعي العربي بقاله يعني فترة طويلة بيتكلم، وبيتكلم على المقاطعة اللي قطر حاولت وما زالت بتحاول تصدرها على إن هو حصار، لأنه طبعا في فرق كبير شتان ما بين المعنيين وما بين التداعيات، إذا كان حصار أو إذا كانت مقاطعة، وهو في الحقيقة هي مقاطعة وليست حصار، ومقاطعة لأسباب معينة معلنة ومعروفة، موعود كثيرة من الطرف القطري بمحاولات يعني رأب الصدع والتغير، ولكن للأسف هي نفس الممارسات. وبالتالي كنا عايزين نسأل السؤال ده، يعني بعد حالة بعد ما كلنا اتكلمنا، بعد ما جهات كتيرة، بعد ما اعتلينا منابر كثيرة حول العالم اتكلمنا فيها عن ممارسات قطر، ايه اللي ممكن يضيفه ده؟ وبالتالي زي ما وضح دكتور حافظ فكرة الاستمرارية وانك تفضل مصمم انك تطلع وتقول وتتكلم، وتصاعد اصوات المعارضة ايضا في قطر، وهو امر اكرر لم يكن موجودا على الساحة من قبل، هو بقاله فترة شهور فقط، لا تعالت الاصوات الحقيقة من فئات اجتماعية مختلفة في قطر سواء داخلها أو خارجها، كل ده الحقيقة أعتقد أنه بيساعد على توضيح صورة النظام القطري الحقيقي وما يقوم به من ممارسات داعمة بشكل كبير جدا للإرهاب حول العالم.